السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم حباباتي كما راكم تشوفوا معايا راح اشارك معكم طاجين الحلو. هنايا وجدت هذا البرقوق وحده والمشمش والزبيب خليتهم على جهه. نحتاجو ثاني السكر والقرفه. بالنسبه لهذه نجمه الارض اللي بغى يستعملها اللي بغى ما يستعملهاش، انا تعجبني في الطاجين الحلو. وعندنا الزبده هنايا زوج مغارف كبار والماء زهر والماء بيان سور. هنا درك واش رايحه ندير؟ رايحه نبدا اول حاجه كي نبغي نطيب الطاجين تاعي، ما نطيبش مع هذا باش ما يكحلش الطاجين الحلو تاعي. رايحه ندير الماء سخون فيه ونخليه على جهه. بالنسبه للسكر العبار كاين اللي يدير كيما نقولوا تجمعي كاع هاد المكونات اللي عندك وديري قيسهم قيس السكر. انا نبغي السكر ناقص فدرت غرفيه اقل من هادو فيها السكر. كيما راكم تشوفوا معايا هنا درك رايحه ندير الماء سخون للعينه تاعي. هذا برقوق طاجين الحلو كيما نعرفوا طاوله رمضان ما تجيش بلا به، لازم العائلات الجزائريه دائما يديروا طاجين الحلو في رمضان. كيما راكم تشوفوا هنايا خليه غادي يكون واجد، من بعد تسمى غادي غنغليه مع الطاجين مده 5 دقائق غادي يكون واجد. صحيح انا درتو في الماء سخون نخليه كيما هكا حتى نقرب نطفي على الطاجين تاعي عاد باش نجي نستعمله. هنايا بالنسبه للسكر راح نجيب السكر ونديره في القدره تاعي والطاجين اللي بغيت نطيب وندير معاه الماء زوج عبارات نتاع الماء بهذه. هنايا رايحه ندير السكر، ندير هاد العبار نتاع السكر والماء. راح نعبر بهاد الغرفيه اللي عندي نعبر بها الماء. بسم الله غادي نزيد شويه برك. هنا كيما راكم تشوفوا الخليط حنزيد هذا الخليط نتاعي الزبده. بالنسبه للماء زهر نخلوه اخر حاجه نديروها هي الماء زهر. وطاجين الحلو كيما راني نشوف كاين بزاف كل واحد والطريقه تاعو كيفاش يديرو. انا هذه هي الطريقه اللي نستعملها في طاجين الحلو. هنا راح ندير القرفه تاعي وراح ندير نجمه الارض وغادي نخلي هذا السيرو تاعي يغلي لمده 10 دقائق على نار متوسطه. بعد ما يغلي على نار متوسطه مده 10 دقائق عاد نضيف له المشمش وهذا والزبيب ويكونوا مغسولين. هنا حباباتي كما راكم تشوفوا السيرو تاعنا ها يغلي بعد 10 دقائق. واش راح نديروا؟ راح نزيدوا له لهذو الصوالح تاعنا المشمش وال بسم الله نضيفوهم له. هنا واش نديرو؟ نديرو النار ناقصة ونخليوه يغلي في خاطرو. بهاديك النار الناقصة غادي يقعد يغلي، غادي يدي معنا مامبا واحد 10 دقايق ولا، وهما ديجا يطيبو في الساعة يعني ما يدوش الوقت. رايح نخليوه يطيب على نار ناقصة ومن بعد نرجعولو. حنغطيه هنايا صايي راه وجد الاخر تاعنا. كيما راكم تشوفوا تقدري ترفدي حبه وديري لها هكا بصبعك تشوفيها باللي صايي طابت ولات يعني دوب وحدها. ونشوفوا تاني الزبيب نتفخ زعما وهاد البرقو المشمش عفوا نتفخ. هنا درك نجيو المرحله راح نضيفوا البرقوق نتاعنا نكونوا صفيناه ونضيفوه مام هو يكون رطي واكيد ما يديش الوقت في الطياب نتاعو. راح نحاول ما نحركوش باش ما نقعدش نفتت في هذاك البرقوق باش ما يديليش هذاك اللون تاعو. راح نحاول نقعد ندخله كيما هاك. درك واش راح ندير؟ راح نخليه يزيد يطيب معاه في هذا السيرو هذا لمده 10 دقائق. وكي نبغي نطفي ندير الماء زهر، ندير ملعقتين كبار نتاع الماء زهر وهذه هي.
بيكونوا جد الطاجين الحلو نتاعي. ديجا انا السيرو هذا هو اللون اللي نبغي نتاعه، دوك معايا يزيد يعقاد يولي واحد اللون شباب نتاعه، سيرتو مع ضفنا له البرقوق دركا عاد وين يولي يعقاد ويبان مليح. هذه هي دركا نخليكم ومن بعد نرجع لكم بعد مرور 10 دقائق. هنا بعد مرور 10 دقائق كما راكم تشوفوا غادي نزيد هاد الدقيقتين ولا ونطفي عليه، ندير له الماء نتاع ما زهر كما هكا غادي ندير. هذا المكان كافي تعطينا هذيك البنه المميزه في طاجين الحلو كما راكم تشوفوا. صاي كلشي طاب ونتفخ، هذوك البرقوقات كاع نتفخوا. دوكا غادي نزيد غير دقيقتين ونطفي عليه ومن بعد نوريه لكم في طبق التقديم. اذا حباباتي هذا هو الطاجين تاعنا تاع الحلو، كملتو زينتو بالكاوكاو. اذا كان عندكم اللوز ايفيلي تقدروا تزينوه به، تجي لاصوص تاعو مزيناتها وبنين وخفيف، وخاصه انا ما كثرتش السكر للناس اللي ما تبغيش الحلاوه تقدروا تزيدوا ثاني فيه عصرا تاع القارص يجي علامه ما شاء الله. صحه فطوركم وفي فيديو اخر ان شاء الله ما تنساوش تدعموا هذا لا فيديو بالجام وباللايك وتخليوا لي كومونتير زوين، ومع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله.